إلى سلاخ ليزان الذي ضيع نقطتين ثمينتين عندما فرض عليه أهلي البرج التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. تعادل وضع سيريا في المركز الثاني عشر ب 26 نقطة، فيما يتواجد أهلي البرج في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة. حمزة الزروقي بعث بالتالي. الله غالب، احنا الفريق اهلي برج بعرريج هذه المباراة الرابعة على التوالي لم ينهزم، وهذا شيء ايجابي، انا نشوفه ايجابي للفريق، لانه الفريق كان من قبل عنده انهزامات كثيرة. اليوم اللاعبين هذه راح تكون دفع معنوي لهم. المباراة تاع اليوم ما كانتش صعيبة ضد فريق الجريح، وان كان خسر في المباراة السابقة ضد شبيبة الثورة، وكان حاب يعني يفوز بالمباراة هذه، وهم ثاني يحتاجوا لي 3 بوين هذه. والله مازال عندنا امل ان شاء الله، الريتور ما خسرنا حتى ماتش، ان شاء الله نزيدو بروغريسيو، عندنا 2 ماتش في بلادنا ان شاء الله، وان شاء الله نجيبو فيهم لا فيكتوار ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله. ما يخفاش عليك ثاني اللاعبين اثرت عليهم شويه سفريه تاع بشار، وين وما يخفاش عليك هذيك لي 4 بوين اللي قلعوها لنا، اللاعبين راه مورالمون ما راهمش مليح، لا بروف لي جوار راهم يدابزو بيناتهم، هذه سا سبا دون لا تيت. مي دروك حنا الغال ما عناش لو شوا، حنا كالجوار نتعاونوا ولي نسلكوا هذا الفريق من هذه المحنه، باسكو ما يستاهلش المكانه اللي راه